استردنا حوالي 1,800,000 جرعة مع احتمال في البوند أننا تكون عندنا لقاحات أكثر مع المعهد اللي تم إبرام الصفقة معه إذا احتاجت إذا كانت ضرورة لذلك. فنحن من هذه الجهة مطمئنين من ناحية التجاوب مع تلقيح حدة الإنفلونزا. تلقيح ضد الانفلونزا ما يحميش ضد الكورونا فيروس. اللقاح ضد الانفلونزا الموسمية يحمي من الانفلونزا الموسمية اللي كذلك تقتل كل سنة 650,000 شخص في العالم وتتسبب في دخول المستشفى لأكثر من 5,000,000 شخص. ما لوحظ لما جاء جائحة كورونا فيروس أن فيه انكسار تام للمنحنى تاع الإنفلونزا لما ظهر بقوة الكورونا هذا الكورونا فيروس الكوفيد 19 في شهر خصوصا في شهر مارس وأفريل. هذا ما يدل على أن الكورونا فيروس تغلب على الفيروسات الأخرى. ماذا سيحدث؟ لا ما كاش إلى حد الآن عالم يقول بيقين ماذا سيحدث. ممكن أن تكون فيروسات الإنفلونزا الموسمية حادة تلغي فيروسات الكورونا، ذلك وارد، كما أنه وارد أن الفيروسان يمشوا في نفس الوتيرة في نفس الزمن. الهدف الرئيسي من التلقيح ضد الانفلونزا هو تخفيف الضغط على الاستعجالات. يعني انسان اللي يكون عنده نظام مناعي هش للاشخاص المسنين كي تلقحوا ضد الانفلونزا ما راحش يروحوا للاستعجالات، ما راحش يمرضوا امراض خطيره، فبالتالي راح يخفوا الضغط على الاستعجالات وعلى المستشفيات ويعاونوا كذلك الطبيين لانهم ما يكونش عندهم مشكل اخر زياده على مشكل تاع الكورونا فيروس في بعض المستشفيات. هذه السنة في مغاير بحيث أن الأشخاص الأولين بدل المرأة الحامل هم السلك الطبي والشريك الطبي. لماذا؟ لأن الهدف هو أن يبقى المنظومة الصحية متماسكة من ناحية إعطاء الخدمات للأشخاص المرضى اللي يجوا للاستعجالات ولا يجوا للمراكز الإشفائية. الأولوية الثانية بعد سلك طبي وشيء طبي هما الأشخاص المسنين.